السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا صوص تانية، صلصة تانية للناتشوز. يعني طيب الواحد يكون يعمل بالبيت ناتشوز للصلصة بتاعت الناتشوز، بيلاقوها طيبة وما كل شوي بيقدر يحصل عليها، فبالبيت أفضل هيك يعملها، بتطلع طيبة وفيها العناصر اللي أهل البيت بيحبوها. هلا الصوص هيدي اسمها ناتشوز تشيز صوص. هي حنعملها نحن بالجبنه، وهيدي حتتم العمليه تاعتها على النار. شو المكونات؟ عنا الجبنه تشيدر، هيدي انا برشتها، وهيدا عنا حليب كامل الدسم، ملعقه طحين وملعقه زبده، وهون عندي فلفل وحر مع بعض، يعني شطة وفلفل حلو، وهون عنا ملح نص ملعقة بنص ملعقة بنص ملعقة هدول، وهي ملعقة طعام وهيدي ملعقة طعام، وهيدا كوب وهيدا كوب، بس نافشين لأنه هلا أنا عملت لهم بشرتهم يعني. طيب هلا حنبلش نبدأ العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بنعمله بدنا ندوب الزبدة. هلا الزبده نضيفها نحطها للطنجره، بس لحتى نشعل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هي شعلنا النار، هيك بنحط الزبده لتسوح. هلا نضيف الطحين للزبده اللي ساحت، نحركها ندوبها منيح مع الطحين. دوبناها مع الطحينة. هلا بنضيف الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحليب. بس نحسه عم يشتد شوي، بنضيف بقية العناصر. مثل ما شايفين هي المزيج اشتد، هلا بنضيف الجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس نخفف النار او نشيلها بالمرة. لان ما بدي ان الجبنة تحترق والحليب ولا يعني المكونات تحترق. هلا بدنا اياها بس تدوب الجبنه بالحليب هيدا اللي سخن مع الطحين. برجعها على حراره العين، بس انا طافي النار. هلا اثناء ذلك شو حاعمل انا؟ حرش رشه ملح خفيفه، هي الملح، هاي الفلفل والحر، وما حزيدها اكثر لانه عندي الصغار بطلوا ياكلوا. نحن كرميل عيونه نشتغل. بنعمل الاكله لاله. هلا انا بدي تدوب الجبنة، هي عم تدوب بس نضلنا عم نحرك فيها. وهلا مثل ما انتم شايفين صار ملمسها حلو هيك بهالشكل، صار فينا نسكبها. شفتوا كيف مقاديرها سهلين وخفاف، وهي سهلة وكتير بدها تطلع طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هلا حندوق نحن هالصوص اللي عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا يعلى عليه، كتير طيبة وكتير نكهتها طيبة هيك، وإن شاء الله بتعملوها وبتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.